أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نرد على من يحتج من المبتدعة بقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فيقولون يجوز التوسل بالأولياء والصالحين؟ هذا ما يعرف الوسيلة وش، هذا يقول على الله بغير علم. الوسيلة هي ما يقربك إلى الله من الأعمال الصالحة، ما يقربك إلى الله من الأعمال الصالحة، وليس الأشخاص. الأشخاص ما يقربونك، لهم أعمالهم ولك عملك، ما يقربونك. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. فالأشخاص ما يقربونك إلى الله، اللي يقربك إلى الله عملك، عملك الصالح هو اللي يقربك إلى الله. ولهذا قال: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة يعني تجيب شخص؟ لا، الوسيلة العمل الصالح. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هل المراد المسيح ومريم؟ هل كان المسيح يأتي بشخص يجعله بينه وبين الله ويبتغي الوسيلة إلى الله بشخص؟ من قال هذا؟ إن الأنبياء يتخذون وسائل بينهم وبين الله. الآية نزلت في المسيح عليه السلام، كانوا يدعونه ومع وهو عبد من عباد الله يبتغي إلى ربه الوسيلة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ولهذا قال: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. المسيح عليه السلام والأنبياء يرجون رحمة الله ويخافون من عذاب الله. نعم.